يريد على المدى القصير والبعيد أن يكون هناك تخطيط عمراني يخدم بلادنا. بحاجة نوائمة بين الماضي والحاضر. نحتفي الليلة بالمشاريع العمرانية المحلية التي تبنت معايير ميثاق الملك سلمان العمراني الستة: الأصالة والاستمرارية والاستدامة، الابتكار وملائمة العيش ومحورية الإنسان. لكن قبل أن ندخل إلى الحفل الختامي، دعونا نأخذكم في جولة لاكتشاف أهم المشاريع والمنشآت والتصاميم المشاركة في هذه المسابقة. الجائزة هي أحد مشاريع مبادرة مرتبطة بميثاق الملك سلمان العمراني، وكان الهدف منها أننا كيف نقدر أن نؤصل العمارة السلمانية ونستفيد من الدروس اللي هي قدمها لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه أثناء إمارته لمنطقة الرياض. طبعا اليوم لما نتكلم عن هوية الرياض تحديدا على مستوى عمراني، هي فعليا هي العمارة السلمانية. فلما نشوف تميز لعدد من المشاريع المتنوعة ومو بالضرورة شكليا أنها متوافقة، نجد أنه لابد أن يعني نبحث بشكل أعمق. وهنا ظهر موضوع اللي هو الميثاق كميثاق يدعو لعمران ذو قيم. 9 مشاريع متنوعة من 3 فئات مختلفة استطاعت أن تتوج بجائزة الميثاق. احنا مشروعنا مشروع محراب، مشروع يستهدف المصليات في المملكه العربيه السعوديه كافه. بدينا من بلاد الحرمين عموما، المدينه المنوره ومكه. اي مصلى على الطريق، في سواء طريق سفر او احياء نائيه، احنا نستهدف هذه الفئه. When we initially were introduced to the project, it was called the Riyadh Cycling Path. It was really a simple idea to bring a cycling path for training and commuting and for recreation all the way across the city, 100 kilometers. صناعة مشروع مرتبط باللغة العربية وكرم البادية، وآخر من أجل التواصل والالتقاء. طبعا المشروع داخل حديقة الملك سلمان العالمية، وهذا أيضا سياق عمراني مهم جدا. حرصت أني أستلهم منه بعض العناصر، اللي هي فكرة الوادي داخل المشروع اللي مستلهمة من وادي حنيفة داخل الرياض، فكرة الخيام اللي تستقبل الضيوف واللي تعبر عن الكرم، وتعبر أيضا عن وجود عنصر مهم جدا اللي هو الارتباط باللغة العربية. We wanted to create a place inside the building people really meet. When we started working on that building, we understood the importance also in the Saudi Arabian culture of these places of talking and interacting. يقول الملك سلمان بن عبد العزيز: في كل أنحاء المملكة عمران يجمع بين الأصالة والحداثة في العمران والتعمير. محمد الصادق، MBC الرياض.